السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم بورشتنا. راح أكون معكم اليوم أنا المدربة الكيميائية إسلام عبد الرحمن العنزي. ورشتنا اليوم راح تكون بعنوان جمع عينات الدم، بس قبل ما نبدأ ورشتنا نتعرف عليكم وعلى اختصاصاتكم، فيا ريت تكتبونا بالتعليقات اختصاص حضراتكم حتى نتعرف عليكم قبل الورشة. تفضلوا لو سمحتوا اكتبوا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم وبجميع الاختصاصات اللي منورينا بورشتنا لهذا اليوم. بسم الله، نبدأ على بركة الله. طبعا الأنابيب المختبرية نستخدمها بجمع عينات الدم لأغراض التشخيص والعلاج. طبعا مثل ما نعرف أنه أول خطوة بالتحليلات المرضية هي جمع العينات، وهي أهم خطوة ولازم تكون هاي الخطوة صحيحة رغم بساطتها. طبعا الأنابيب اللي تكون خاصة بجمع عينات الدم هي أنواع، أكو بيها تحتوي على مادة مضادة للتجلط وأكو ما بيها. طبعا هاي المواد اللي تحتوي على المادة اللي تكون مضادة للتجلط هي تحافظ على سلامة العينات خلال عملية التحليل. الأنابيب المختبرية مثل ما قلنا أنواع، أول نوع عندنا الـ EDTA. أنابيب الـ EDTA هي تستخدم لأخذ عينات دم كامل لأغراض فحص الدم الكامل اللي هو CBC Complete Blood Count أو Complete Blood Picture، وعدد خلايا الدم البيضاء، وطبعا راح نتطرق له أكثر بالسلايدات القادمة. عفوا، عندنا أيضا أنابيب الهيبارين. أنابيب الهيبارين نستخدمها الأغراض عينات واختبارات الكيمياء الحيوية واختبارات الغازات الدموية. عندنا أيضا أنابيب الفلوريد أو الفلورايد، أيضا نستخدمها لقياس عينات الدم اللي هي نستخدمها لقياس السكر في الدم. عندنا أنابيب تكون خالية من المواد المضافة، أيضا نستخدمها لبعض الإجراءات مثل فحوصات الهرمونات والفحوصات الكيميائية. هسه نجي على كل تيوب بالتفصيل. عندنا أنابيب الـ EDTA. أنابيب الـ EDTA أو اللي هي إثيلين ثنائي رباعي الأمين، هاي الأنابيب هي تحتوي على مادة مضادة للتجلط اللي هي الـ EDTA. هاي الـ EDTA وظيفتها إنه تخلينا خلايا الدم تبقى كاملة. طبعاً أنابيب الـ EDTA إلها لون غطاء معين، وهو يكون باللون البنفسجي. يعني من نشوف تيوب يكون الغطاء مالته بنفسجي، فراح نعرف إنه هاي المادة اللي تكون به هي مادة الـ EDTA. الـ EDTA من تمنع خلايا الدم من التجلط، فهنا راح نحصل منها على البلازما. استخداماتها عينات دم كاملة لأغراض فحص الدم الكامل وعدد خلايا الدم البيضاء، اللي هو قلنا عليه فحص CBC اللي هو فحص الدم الكامل، يطلع لنا عدد كريات الدم البيضاء ويطلع لنا الـ HB الهيموغلوبين وغيرها من مكونات الدم. ملاحظات على أنابيب الـ EDTA، طبعاً هي نستخدمها لأخذ عينات دم من الوريد، لأنه راح نجي على تيوب راح إحنا نحتاج عينات من الشريان، فننتبه إنه العينة اللي تكون خاصة بالـ EDTA إحنا راح ناخذها من الوريد، وطبعاً نخزنها بدرجة حرارة الغرفة. أستاذ، بس أحب أتأكد أن نعم، الصوت واضح. نعم، واضح جدا، واضح، تفضل. نجي على ثاني نوع من أنابيب جمع عينات الدم اللي هو أنابيب الهيبارين. طبعا أنابيب الهيبارين هي مثل اسمها تحتوينا على مادة الهيبارين اللي هي عامل مضاد للتجلط وتمنع تجلط الدم. اللون الخاص بغطاء هذا الأنبوب هو يكون باللون الأخضر، في حال شفنا أنبوب لونه
أخضر أو الغطاء الخاص بي يكون لونه أخضر، فهذا هو يكون محتوينا على الهيبارين. أنابيب الهيبارين شو نستخدمها؟ إحنا راح نستخدمها حتى نأخذ عينات دم الأغراض اختبارات كيمياء حيوية واختبار غازات دموية. طبعا اختبارات الغاز الدموي الغازات الدموية هي العينة ما نأخذها من الوريد، إنما نأخذها من الشريان من مناطق محددة. الملاحظات على هذا الأنبوب اللي هو يستخدم الأخذ عينات من الدم ومن الشريان، وأيضا يخزن في درجة حرارة الغرفة. طبعا في حال حضرتكم عندكم أسئلة إن شاء الله نهاية الورشة تكتبوا لنا إياها بالتعليقات. عندنا ثالث نوع من الأنابيب اللي هي أنابيب تكون خالية من مضادات التخثر، يعني هاي الأنابيب ما راح نلقي بيها لا EDTA ولا هيبارين. طبعا استخداماتها نستخدمها الاختبارات الكيميائية والهرمونات. تدرون انه احنا عندنا بالمختبرات الطبية قسم اللي هو قسم الكيمياء، فهاي الاختبارات الكيميائية احنا نقدر نستخدم بيها هاي الأنابيب اللي تكون خالية من مضادات التخثر. طبعا الأنبوب اللي يكون خالي من مضاد التخثر هو يكون أنبوب شفاف ولون الغطاء أحمر. ملاحظات الاستخدام الأنبوب اللي يكون خالي من مضادات التخثر، طبعا احنا ناخذ العينات من الدم وليس من الوريد. عندنا رابع أنبوب معانا اللي هو أنابيب الفلوريد. طبعا اكو فلوريد صوديوم وفلوريد بوتاسيوم. هاي الأنابيب أنابيب الفلوريد هي راح تحتوينا على مادة الفلوريد. هذه المادة اللي هي مادة الفلوريد سواء فلوريد بوتاسيوم أو فلوريد صوديوم هي أيضا تكون مادة مضادة للتجلط، لكن هاي الأنابيب احنا نستخدمها لقياس مستوى السكر في الدم. طبعا أنابيب الفلوريد لون الغطاء الخاص بها يكون لون يعني رمادي أو رصاصي، بس الأغلب يكون رمادي. من نشوف الغطاء رمادي إذن هذا بفلوريد سواء صوديوم أو بوتاسيوم. استخدامات أنابيب الفلوريد قلنا نستخدمها لأخذ عينات دم حتى نقيس بها مستوى السكر في الدم. وعين أنابيب الفلوريد هي من أضبط الأنابيب الجمع عينات السكر في الدم، لأنه ما راح على هاي الأنابيب. طبعا أنابيب احنا الدم او العينة راح ناخذها من الوريد وايضا نخزنها بدرجة حرارة الغرفة. عندنا الأنبوب الاخر اللي معانا أنابيب الصوديوم سيترات. أنابيب الصوديوم سيترات هي ناخذ العينات او تستخدم لاخذ عينات، هاي العينات ناخذها حتى نسوي اختبار التخثر مثل الدي دايمر. هذا التحليل اللي كان موجود بكثرة خلال وقت كورونا حتى نشوف نسبة التخثر بالدم، فإحنا كنا نستخدم أنابيب الصوديوم سيترات. طبعا أنابيب الصوديوم سيترات هي راح تحتوينا على مادة تكون مضادة للتجلط. أنابيب الصوديوم سيترات الغطاء الخاص بها يكون لونه أزرق، ففي حال شفنا أنبوب أو تيوب لون الغطاء يكون أزرق فهذا راح يكون الصوديوم سيترات. استخدامات الصوديوم سيترات قلنا هي انه راح نستخدمها لاخذ عينات دم الاغراض اختبار التخثر مثلا اختبار الدي دايمر. ملاحظات على انابيب الصوديوم سيترات، طبعا العينات تكون ايضا من الوريد وايضا تخزن في درجة حرارة الغرفة، وما دام احنا اليوتيوب يكون بمادة مضادة للتجلط اذا احنا راح نحصل على بلازما وليس سيرام. عندنا أنابيب الجل تيوب. أنابيب الجل تيوب هاي الأنابيب جدا مشهورة ونستخدمها بكومة فحوصات، أيضا فحوصات هرمونات فحوصات مختبرية. هاي الأنابيب هي ما تكون تجلط لكن تحتوينا على مادة مثل الملام، فإحنا بعد ما نخليها التيوب بدنا نعرف هاي الماء اللي تكون مثل الملام تعزل لنا السيروم الأعلى وبقية المواد راح تكون. طبعا أنابيب الجل تيوب
أكو يكون بها فقط مادة مثل الهلام، يعني ما بها مادة مانعة للتجلط. أكو أيضا نوعية أخرى يكون بها مادة مانعة للتجلط بس حاليا الدارج أكثر والأكثر استخداما إذا نريد سيروم فإحنا نستخدم أنابيب الجل تيوب. طبعا أنابيب الجل تيوب لون الغطاء الخاص بها يكون غطاء لون أصفر. طبعا نحب ننوه على شغلة إنه هاي المواد المائية والمضادة للتجلط، إن هي المواد المضادة للتجلط أصلا عبارة عن مواد كيميائية، إذا إحنا اخترناها بصورة صحيحة ما راح تأثر لنا على فحوصات كيميائية. يعني مثلا نحتاج فحص دم كامل، أنا ما يصير أجي أخلي العينة الفحص الدم الكامل جل تيوب، هنا إحنا راح نحصل والدم راح يتخسر أو يجلط، فأنا لازم أخليها بأنبوب لون ما مالته يكون بنفسج اللي هو الـ EDTA. ليش؟ حتى ما يتخثر الدم، أو في حال الفحص يتطلب مني بلازما، يعني بهاي الحالة ما يصير أخذ الأنبوب اللي يكون الغطاء الخاص به بلون أحمر، لأن هذا الأنبوب اللي لون غطاؤه أحمر هذا ما بيه أي مواد مانعة للتجلط، فبالتالي ححصل على سيرم ما راح أحصل على بلازما. وهكذا البقية مثلا آني لو عند فحص كالسيوم آني ما يصير أستخدم صوديوم سيتريت، ففي حال استخدمنا مضادات التجلط أو الأنابيب اللي هي مضادات تجلط وبصورة صحيحة في الفحص راح يكون عندنا دقيق وما راح يتأثر هاي المواد الكيميائية، ما راح تأثر لنا على هذا الفحص. عندنا اختبارات من نختار نوع الأنبوب، مثل ما قلنا نختار نوع أنبوب مناسب للاختبار المطلوب، يعني إذا إحنا عندنا صورة دم كاملة نحتاج مادة مضادة للتجلط المناسب راح يكون الـ EDTA. مادة مضادة للتجلط نوع اختبار أول شغلة، عندنا ثاني شغلة اللي هي المادة المضادة للتجلط اللي هي لازم تكون مادة مناسبة لنوع العينة حتى المادة الكيميائية اللي تكون موجودة بالأنبوب ما تتأثر. عندنا وقت التخزين، لازم نختار نوع أنبوب اللي نخزن به على الفترة الزمنية حتى يصير ريجكشن العينة رفض للعينة. أكو عينات يتم رفضها من ضمن الأسباب هو طريقة التخزين ووقت التخزين. ممكن أنا خزنت هاي العينة لفترة طويلة أنبوب غير مناسب أو درجة حرارة غير مناسبة، فإحنا لازم يكون عندنا معرفة بهاي الاختيارات. أيضا عندنا تعليمات العينات من التيوبات، أكو تيوبات بها تعليمات فإحنا لازم نلتزم بهاي التعليمات. مثلا هذا التيوب أنا طالب منه لازم عينة ما دم تكون من الوريد، أنا ما سأخذ عينة تكون من الشريان. أو مثلا هذا التيوب يخزن بدرجة حرارة الغرفة، أنا ما يصير أجي أخزنه بدرجة حرارة عالية، هيك راح يكون عندنا ضرر بالعينة وبالتالي العينة لازم تنرفض. أيضا شغلة أخرى، التيوبات أي تيوب راح نأخذ مثل EDTA أو الجل تيوب، إحنا عندنا به خط، إحنا لازم نلتزم بهذا الخط اللي يكون موجود. يعني مثلا عندي أنبوب EDTA تاخذ او الخط مالتها واحد كيسي، فانا لازم اجي اخلي ماده بحيث تعبر هيك راح تصير. يعني ليش ما اكثر من اقل من الخط؟ الماده الكيميائيه اللي تكون موجوده بهاي اليوب هم مخليك اكثر منه، فهذا الشيء يصير لي على نتيجه التحليل سواء بزياده او نقص. ايضا انا في حال خليت عين الدم جوا الخط مال أيضا ما راح تتكافئ بشي صحيح، فأني أنتبه إن المادة تكون حسب الكمية المطلوبة للتيوب. عندي تيوب
2 ميل أني أسحب عينة 2 ميل، العينة اللي سحبتها أقل من 2 ميل أستخدم تيو يكون بي 2 ميل وهكذا. بالإضافة إلى أنه شغلة جدا مهمة وينها بعين الاحتبار، نسجل معلومات المريض على الأنبوب أو تيوب قبل أن نبدأ نشتغل. يعني أنا جاني هذا البيشنت للمختبر، أنا بديت أجهز حتى أسوي عين الدم، أسأله عن معلوماته أسجل هنا على تيوب الخاص بي، مثلا هو عنده فحص سي بي سي أو صورة دم كاملة، أسجل الاسم تاريخ يفضل، وأيضا أسجل اسم الفحص، وبعدين أسحب العينة بالبيشنت أو المريض وأخليها بهذا التيوب. هاي الطريقة راح تضمن لنا أنه إحنا ما نضرب التيوبات، نخلط بين أكثر من عينات دم البيشنت مختلف أو بيشنت مختلفين. طبعاً من الضروري أن نحافظ على سلامة العينات. هي أنابيب المختبرية ضمن تضمينها أنه هي تحافظ على سلامة العينات من التلف. شو نحافظ عليها من التلف؟ من خلال عدة شغلات، مثلاً أنه نستخدم مادة مضادة للتجلط تكون مثل ما قلنا مادة مناسبة، حتى مو إحنا نريد سيرام يطلع لنا ما وإحنا نريد بلازما أو يطلع لنا السيرام. بلز إحنا بس اللي فاتحين الكام يتبون تمام. بالإضافة أكو عندنا مثلا فحوصات تتطلب أنه إحنا من نخليها باليوتيوب أنه إحنا نخليها بمعزل عن الضوء حتى نحافظ على سلامة العينة، فهذه أيضا من الشيات اللي تكون جدا مهمة. لهنا اللي عنده سؤال يتفضل يسألنا، انتظر لهنا. طبعا أني تقريبا نعم يا ست، عندنا مداخلة من الأستاذ الدكتور عقيل أبو الدخني، تفضل دكتور. تمام تفضل. نعم أستاذ عقيل معانا، نعم ناخذ مداخلة ثانية من لديه اي سؤال او طرحة يتفضل. هذا الحضور في حال أحد من حضراتكم مداخلة أو سؤال أو استفسار، تفضل معنا، يحب يكتب بالتعليقات أو يحب يفتح الميكروفون، ما أكو إشكال، المساحة لكم. نعم ست الظهر، يعني ماكو أي سؤال. تمام أستاذ، شكرا لحضراتكم، شكرا لحسن الاستماع، أتمنى شكرا لحضرتك أسلام العنزي المدربة الكيميائية المعتمدة، شكرا لحضرتك، شكرا لجميع الحضور. راح إن شاء الله ينزل رابط الحضور، تجي رابط الحضور يحصل على شهادة المشاركة من قبل مؤسسة كريمة تطويرية. نعم ست، اكو سؤال اعتقد من الاخوات بالشات.
اي نعم، السؤال هو البلازما والسيروم منهم بهم موانع تخثر؟ شوفي، هي الفرق بين البلازما والسيروم انه البلازما بها فايبرينوجين، اما السيروم فهو يكون ماينس الفايبرينوجين، يعني ما به فايبرينوجين، لذلك الانابيب اللي تكون او اللي نحصل عليها من السيروم هي لازم تكون تتخثر، الدم يتخثر حتى من نفصل نحصل السيروم. فاحنا اذا عندنا ماده مضاده لهذا التخثر فاحنا راح نحصل بلازما ما راح نحصل سيروم، لذلك انابيب السيروم تكون يا ما بيها ماده مضاده للتجلط يا اما يكون بيها الماده اللي تكون مثل الهلام حتى السيروم يكون مطروح منه الفايبرينوجين. هذا الفرق بينهم. كيف افرق بينهم؟ نفرق بينهم من خلال التيوبات. هسه اني عندي فحص اريد بلازما، من عند بلازما لازم اعرف انه اختار التيوب يكون بمانع تجلط. زين، اي تيوب بمانع تجلط؟ حسب، اذا عندي فحص سكر اختار الانبوب الفلوريد اللي يكون بمانع تجلط لكن مناسب لهذا الفحص، او صورة دم كاملة اختار انبوب الاي دي تي اي اللي ينطيني بلازما لكن هذه المادة المانعة للتجلط تكون مناسبة لهذا الفحص، وهكذا. اما في حال عندي او عينة تحتاج سيرام فاني اخذ الجل تيوب اللي هو تكون الغطاء الخاص بي، يكون الغطاء الخاص بي عفوا لون اصفر، او مثلا اخذ من التيوبات اللي تكون ما تحتوي على موانع التجلط، وهكذا. الـ EDTA بالفصل راح نحصل بلازما. ليش نحصل بلازما؟ لأنه به مادة مانعة للتجلط، يعني راح تكون محتوية على الفايبرينوجين، ما دام أكو فايبرينوجين إذن راح يكون عندنا بلازما. أهلا وسهلا. أي سؤال آخر قبل المغادرة؟ أخوتي أصحاب الاختصاص التحليلات المرضية أو اختصاص الأخرى. تنشر شهادات خاصة بالقناة التليجرام للمؤسسة الكريمة التطويرية. شكرا لحضرتك أستاذ محمد. شكرا جزيلا. طبعا هذا الحضور في حال عندكم مواضيع تحبون نقدم ورش فيها أكثر شريك التعليقات، وأنا ما عندي إشكال إن شاء الله بأقرب وقت وبأقرب فرصة نقدم. ان شاء الله ست، هو اكو من ضمن رابط الحضور اكو من ضمن الملاحظات موجوده، اي استفسار واي ملاحظه يقدرون يكتبون. نعم بالضبط، مثل ما قال الاستاذ موجود ملاحظات اذا تحبون تكتبوا لنا اياها. العفو ست، اكو سؤال اذا حضرتك طلعت عليه. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للأنبوب البنفسجية، السؤال هو اللي تحتوي على الـ EDTA في حال تم رفع غطائها لأي سبب من الأسباب قبل وضع العينة تصبح صالحة للاستخدام بعد إعادة الغطاء أم تتلف؟ نعم، مثل هسه إحنا هسه إحنا في حال سحبنا الدم من الوريد، إحنا نعرف إنه إحنا نقدر بالنيدل غطاء اللي بالإي دي تي، احنا نقدر بالنيدل ندخل
الدم أو العينة لداخل الأنبوب، بس إحنا نقدر نفتح الغطاء ونخلي العينة مالت الدم بعد ما نشيل النيد مالها. فإذا فتحنا لهاي الأغراض ماكو إشكال، يعني أنا فتحت الغطاء رفعته، مجرد خليت العينة رجعت سديته سوينا له ميكس، هذا شيء عادي. أما غير فتح حسب مثلا يعني ممكن يصير عندنا كونتام اللي هو تلوث، وممكن مثلا تنطش المادة اللي موجودة داخل، فحسب نوعية الفتح. بس إذا فتحنا حتى نخلي العين فما مشكلة. السلام عليكم. تسأل عن المريض الجنبية بس تشوف خلال عملي أكو تسميل يسحبونه بدون تورنيكا، شنو السبب؟ هذا الفحص اللي هو فحص الكالسيوم، حسب المصادر يقولون إنه مثلا ما يتراكم البيلروبين وهيك ويطلع نسبة الفحص عالي، فيسحبون الدم أو العينة بدون تورنيكا حتى ما يصير ضغط وتتراكم المادة، بالتالي الفحص يطلع عندنا نسبته أعلى من اللازم أو ممكن أعلى من الطبيعي. فهذا السبب أنهم يسحبون هذا الفحص اللي هو فحص الكالسيوم بدون تورنيكا. نعم استاذ بالضبط، هو اللي راح يتجمع فراح تطلع النسبة عالية. استاذ احمد عندك مداخله؟ تفضل استاذ احمد. اي نعم يلا. اي نعم معك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حقيقة من خلال عملنا في المستشفيات والمؤسسات البرايفت عندنا مشكلة الهيموليسز، يعني احنا تمام نقرأ انه عملية التورنيكا وعملية انه حقن الدم داخل الجيلاتيوب انه يكون يخلع المدير، هاي المشكلة ما نعرف يعني نريد فد اجراء عملي بحيث انه عنا عملية الهيموليسز، فاش تنصحهم بالموضوع هذا؟ شكرا جزيلا. عمليات الهيموليسيس استاذ يعني هاي تكون بسبب السحب السريع، يعني مثلا يجي لك الشخص اللي يشتغل بالمختبر من يسحب العينه يسحب النيدل فورا، يعني يسحبه ممكن السيس الرابع هو بعد السرنجه ما صاير بها سيس واحد، فهذا اول سبب انه يدينا للهيموليسيس وهو السحب الخاطئ، هو من اكثر السبب شيوعا انه يسوينا هيموليسيس او تحلل بالعينة. فمن تجينا العينة متحللة فإحنا هنا لازم نسوي لها ريجكشن أو رفض، ما نقدر نشتغل فيها لأنه راح تأدي لنا الإرور أو خطأ بالنتائج اللي تطلع لنا. أيضا شغلة ثانية، مش هسه يعني هم دا يسوون هاي التيوب الـ EDTL بنفسجي دا يفتحونه، من يسوون CBC يفتحونه وشيلون النيدل من السرنجة وخلونه على الكيف الدم مباشرة، يكون الضغط ببطء وعلى الجدار. ايضا اذا دفعنا العينه مالت الدم بسرعه ايضا راح تتكسر كريات الدم الحمراء وايضا يؤدي لنا هيموليسيس. نعم سؤال اخر اذا كان. اكيد تفضل. فيما اذا جانا السامبل هيموليسيس، ما هي الفحوصات اللي يمكن إجراءها على هكذا نموذج؟ وما هي الفحوصات اللي يمكن رفض هذا النموذج؟ يعني فينا يكون قسم من الفحوصات ما يضر بها موضوع الهيموليسيس، ممكن إجراءها ما يأثر على النتائج بشكل حقيقي. فإذا فالتفصيل حول هذا الموضوع. صراحة أنا بحث بهذا الموضوع حسب المصادر اللي قرأتها من النت، حسب دراستنا وحسب شغلنا
انه العينه في حال كانت هيموليسيس هي لازم يعني نسوي لها ريجكشن، ما نقدر نشتغل بيها اي فحص. للاسف اكو يعني يشتغلون بيها، بس هي بكل الفحوصات صراحه ما نقدر نشتغل بيها. يعني هذا حسب شغلي من 2020 لحد الان بالمختبرات، يعني ما شفت مختبري مضبوط ينصح انه نشتغل بعينه تكون بها هيموليسيس او تحلل، وهذا الشيء يعني عرفناه ايضا من خلال دراستنا. نعم، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، شكرا حضرتك. هنا عندنا السؤال يقول في بعض الاحيان نجد داخل الانبوبه البنفسجيه التي تحتوي على الاي دي تي اي قطرات شفافه اشبه بقطرات الندى ولا نعلم سببها، هل هذه تيوبات صالحه للاستخدام؟ نعم، لانه هاي القطرات اللي تشوفوها هي المادة تكون مضادة للتجلط، فإحنا لازم نحافظ عليها ما نسكبها وما نتخلص منها، بالعكس نخلي التيوب مثل ما هو ونضيف العينة مالت الدم إلى هاي القطرات أو المادة اللي حضرتك قلت عليها، هي هاي المادة اللي تكون مانعة للتجلط، فإحنا ماكو أي إشكال إنه نشتغل في حال شفناها، هي أصلاً وجودها ضروري يعني احنا نحصل على بلازما. اهلا وسهلا. نعم سيد، شكرا لحضرتك، شكرا لجميع الحضور، نتمنى قد استفدتم من هذه الورشه حقيقه المهمه بخصوص حياتنا اليوميه وصوره عامه. شكرا مره اخرى لجميع الحضور، ان شاء الله نلتقيكم بورش قادمه في مؤسسه الكريمه التطويريه، حقيقه عده اقسام، منصه الكريمه الالكترونيه، منصه المدربين والباحثين، من لديها اي استفسار مراسلتنا على الخاص في قناة التليجرام، ومن لديه من يرغب في طرح ورشة تدريبية مجانية كذلك مراسلتنا على الشات الخاص بقناة التليجرام. إن شاء الله شهادة الحضور إن شاء الله تكمل بعد أيام قليلة إن شاء الله. شكرا مرة أخرى لجميع الحضور، كذلك نشكر قناة شاهد لمواكبتها تسجيل المحاضرات الخاصة في مؤسسة كريمة التطويرية. مع ألف سلام، شكرا لحضرتك الست. سلام، أهلا وسهلا. شكرا لك أستاذ، شكرا لجميع الحضور، نلتقيكم إن شاء الله بورشات تدريبية أخرى، ومع السلامة.